بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاسانی ٹی وی کی طرف سے آج میں اپنے چاہنے والوں کو ایک بہت ہی پیارا عمل بتاؤں گا، اللہ کی حفاظت کے حصول کا عمل۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير، لا إله إلا الله سبحان الصمد المعبود، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار، لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم۔ پھر پڑھیں، يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير، لا إله إلا الله سبحان الصمد المعبود، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار، لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم۔ صدق الله العظيم۔